فينبغي المؤمن أن يحرص على أداء هذه الفريضة على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه، وأن يتمسك بها وأن لا يضيع شيئا منها، فإن له من الإسلام والهدى والتقى والصلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة بقدر ما معه من العناية بهذه الفريضة التي فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين.